راجل خرج حول. راجل خرج حول. غير مكانك، الراجل في شارع ستة وجاي عليك. لو سمحت توديني السويس. صباحك فل. ماشي يا هندسه. شريف ونادي الرئاسه حول. ما هي تمام، حول في طريقه للسفر، اطلب تعليمات. حول اوقف المراقبه. انت يعني لي المرايه عشان اصلح شعري. سيبناه المرة دي، أبوه من أهم رجال المقاومة في الأرض المحتلة. ولو رجع يبقى ما بديهاش بقى. تلميذك يا أبو جودة يا حلوة. طلعت أخوات. أنت الأول أخوات. سخين رديف بتصاع. سخين رديف بتصاع. بقى أنا جشع يا أبو جودة. بصراحة بقى انت ظابط مخابرات بخيل. ده انا. انت سرعة عسكرية اللي طلبتها يا ابو جودة. بقول لك ايه، اقوم انا بقى عشان اشوف اهلي. طيب طيب. اتحمد واتبع. اوكي اتحمد واتبع يا عليزة. بعدنا بكرة. وكمان واحدة من هنا. انا بقى ابوسك من هنا. خدي بنت. اما تستحي اتركيه وكفاياكي بوس فيه. ايه اخويا. ما انت عارف فاطمه يابا، ما تصدق تشوفني وتعملها معايا مبوسه. هذا ما عودتها عليه، مثل ما عودتها تتكلم مصري وتترك لهجتنا البدويه. نرجع لكلامنا، مين هذا اللي بتريد تتزوجها؟ كنت يعني عايز اقول يعني. ما تقول على طول، بيريد يتجوز سحر يا ابوي. أعوذ بالله، بنت الفرد الخاين. لا خاين ولا حاجة يا أبوي، يعني بيتعاون مع قوات الاحتلال. مالها هي يا أبوي؟ مالها كيف؟ وعلمها في مدارسهم من وهي صغيرة. أيوة بس هذه عاشت فيه لا تكتر ما عاشت بينا.
سحر يا ابوي. ما الحين بتشتغل في لوكنداتهم ولبسة البنطلون صارت مثل بناتهم يا ابوي. اياك تجيب لي ست البنت دي تاني قدام. ده لازم يتجوزها يا ابوي. اقتلك لو اتزوجتها. انت ما عاد لك وعاد معنا، تاخد بعضك وترجع مصر تاني. بطني حتبان. وطي صوتك، حد يسمعك؟ انت لازم تتجوزني وبسرعة. هتجوزك بس مش المرة دي، في الأجازة اللي جاية أوعدك بكده. واللي في بطني لازم تتخلصي منه وبسرعة. منصور انت هتتخلى عني؟ معقول يا سحر بعد الحب ده كله؟ حب ايه؟ ما انت ناوي تغدر بيا اهو. ليه يا استاذ؟ ده انا هدي الدنيا عليك. ده انا اروح لابوك واقول له. هيقتلك. ابويا عمره ما هيسمح لحفيده انه يكون ابن حرام. اوعى تقولها. سحر ارجوكي، انا معترف باللي حصل مني ومستعد اكتبه وامضي على كده. اكتب يا منصور. منصور مساعد الطوبي رجع يا فندم. جاهز اذن النيابه. حكمت المحكمه العسكريه على المتهم منصور مساعد الطوبي بالاعدام شنقا. Thank you.
بناء على طلب السيد المدعي العام العسكري بكتابه رقم قاف فرع 1972 المؤرخ 31/5/72 قد حددنا يوم الثلاثاء 7/6/72 لتنفيذ حكم الاعدام شنقا في المسجون منصور مساعد الطوبي في تمام الساعة 8 صباحا داخل السجن وبحضور السيد العقيد هاشم سليمان المفتش بإدارة التفتيش للحكم عليه بإجماع الآراء من المحكمة العليا بتاريخ 27/11/1972 في القضية رقم 5067 جنايات شرق القاهرة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. لو حصل واتقبض عليكي وده مستحيل طبعا، هتقول إنك خدت الميكروفيلم من نقطة ميتة، هي كابينة تليفون أمريكان سليمان باشا. معنى كده إنك لا رحت المنصور ولا شفتيه، وهترجع على المطار على طول. فاهم. دول تذكرتين طيارة، واحدة من هنا لأتينا والتانية من أتينا للقاهرة. أنت يونانية. أوكي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تفضلوا انتوا، تفضلوا. تفضلوا. محي بيه. ايوه منصور. ارجوك. انا مش عايز اموت يا محي بيه. ايوه بس انت خنت. ابص رجليك. ابص رجليك يا محي بيه. عاوز تعيش؟ طبعا. ربنا يخليك. بشرط. موافق. موافق على كل حاجة، وأي حاجة. أنا هعمل معاك صفقة. اقلع. ها؟ الدكتور هيكشف عليك. ما تخافش، اقلع هدومك. الدقة مطلوبة يا دكتور. اوكي. اقلع كل هدومك. للسامع. انت ظابط مخابرات ذكي. بس ذكائي ما وصلنيش للي سيادتك عايزه. دلوقتي اقدر اقول لك. المناخير عاوزة تظهر شوية والدقن كمان تظهر. ايه رأيك لو عملنا لك عملية تجميل؟ افندم على فكرة لازم تخس شوية وتشيل الشنب ده كمان. نعم. ايه رأيك هتبقى احلى. ايوه بس الحقيقة يا افندم انا راضي عن شكلي كده. اصلي انا ده. احنا عاوزينك تبقى ده. ايوه بس انا مش فاهم يعني ايه يا شريف؟ ايه؟ ده اللي اكتشفناه يا فندم. صحيح. انا مش فاهم حاجة. مناخيري، شنبي، دقني. وهنقطع لك صباعك كمان. هي ايه الحكاية بالظبط؟
ده عميل من جنوب سيناء قبضنا عليه وخد اعدام، عاوزين نرجعه للارض المحتله. بس ده مات مش اخد اعدام؟ لا بس لسه الحكم متنفذش. اه طب ما الحكايه سهله، رجعوه. لا مش هو اللي هيروح، اللي بتفكر فيه صح. يعني انا هروح بدله؟ اعلى سلطه في البلد طالبه تاكيد معلومه وصلت على الخصم. لو المعلومه دي صح يبقى مصر مش هتقدر تخش الحرب لاسترجاع الارض المحتله. فكرت ان اجند الولد ده تجنيد مضاد، لكن الحقيقه انا مش مطمئن له. معنى كده ان لازم ابعت واحد بداله للارض المحتله واخليهم يثقوا فيه عشان يوصل الحقيقه. فسيادتك فكرت تبعتني بداله؟ انا مجهز كل الامكانيات العلميه والنفسيه اللي تخليك منصور مساعد الطوبي العميل بتاعه. تقدر ترفض ومش هيحصل لك اي حاجه. لو رفضت في خطه بديله للمهمه دي؟ انا بنيت خطتي على انك انت البديل. انا قريت ملف خدمتك ولقيت الانسان اللي زيك مش ممكن ابدا يتاخر عن خدمه بلاده، حتى لو ضحى بعمره مش بمناخيره. اه دي قرطاسه بقى، دي الحكايه لابسه لابسه. بتقول يا عز؟ لا انا كنت بفكر بصوت عالي. وفكرت؟ ايوه. ها موافق يا فندم. انا هعيش ولا هموت؟ اتنين في ايدك تختار ايه؟ حياتي طبعا. حياتك متوقفه على حياه واحد تاني. يبقى ضروري التاني يعيش. بس انا مش فاهم حاجه. انا هفهمك. ابو جوده ما يعرفش حاجه لاني انا كنت براسله بدالك. دلوقتي بقى أنا عاوزه في حاجة. السيدة ترتدي فستان رمادي فاتح وتحمل حقيبة صفر بني وتحمل في يدها حقيبة صغيرة لونها رمادي فاتح. حول. استلمت شرطك. حول. في انتظارها. قالوا العمليات. يعني هو شبهي قوي. هوريهولك. كده بقى هموت. اتفضل يا عز الدين. هو شبهي بس مش انا. ابو جوده هيكشفه. ابتديت اثق فيك.
ايوه بعدين محتمل ترجع تاني يعني. طيب ابعت لي الصوره بسرعه. سحر منصور يا عزول. ايه بهنساوي زميلي في الكليه قاعد مرازيني على ما الاقي سكن. كل ده ولسه تلميذ؟ هو زي حالاتي بقاله 12 سنه في الكليه. يا دين النبي، أنا ما كنتش عارف إنك أتمنك ما كنتش عايز حد يجيلك الشقة. بهنساوي دي بنت خالتي. ادخل ادخل خف وادخل ذاكر. خفش امشي. أنا هخف عشان أعمل شربات للشربات. أنت إيه اللي جابك؟ أبو جودة عاوز الميكروفيلم. أجيبه إزاي بس وأخينا ده هنا؟ سهلو اعمل أي حاجة. مش ممكن، ده لازقه لازقه يا اخي. ده انت فقر، ما عندكش حاجه تقدمها للامور. طب انزل هات حاجه ساقعه من عند البواب. اعوذ بالله من البواب بتاعك ده وشي يقطع الخميره من البيت. انزل انت. طب اعمل شاي. ايوه انا عايز الشاي. حمام يا ماما. وحشتني قوي يا منصور. تعبت قوي في العملية. الشاي قصدي بتحبيه تقيل ولا خفيف؟ تقيل يا واد يا تقيل. تحبوا تشربوه هنا ولا بره؟ بره 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 بهنساوي بره. طيب يا منصور. طيب انا ماشي يا منصور. ليه؟ لازم الحق الطياره دلوقتي. طب البس اوصلك؟ لا انت مش عارف النظام. بعدين حد يشوفنا مع بعض. مدموزيل بلاجيتسا، انت وصلت النهارده؟ ايوه. ومسافره برضه النهارده؟ ايوه. ليه؟ انا حره. باسبور سليم، فيزا سليم. ما تعطلش انا. ما تتكلمي كويس. انا هتكلم كويس، انت اللي عاوز تعلمي الذوق. حسن. خد المكتب واكشف عن جواز السفر وتاكد بالتاشيرات. اتفضلي. اتفضلي. السفارة بلغتنا انك مش يونانية، يعني ده جواز سفر مزور. وده بقى بعد التحميض وطبع اللي فيه.
ايه رايك؟ مفيش داعي لانكار، اعترفي. ابو جوده، ابو جوده. ايه في ايه؟ خليك جيالك. قبضوا عليها في مصر. ايه؟ ايوه المراقبه شافتها وما بياخدوها في المطار. الرساله جوه على المكتب. ابو جوده بعتك تاخد الميكرو فيلم ده من مين؟ اخدته من كابينه تليفون امريكان سليمان باشا. اه ما النقطة ميتة. انت تعرفي حد في مصر؟ لا 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 مفيش. انت كدابة عشان فكرتي وبعدين رديتي. تعرفي حد في مصر؟ بقولك انت بتعرفي حد في مصر. هو مين؟ خطيبي. بس والله العظيم ما يعرف عني حاجة. انا حتى ما رحتلوش. ده لو عارف مش هيتجوزني. اسمه منصور. منصور مساعد الطوبي. عنوانه؟ منصور ملوش دعوه والله ما يعرف حاجه. خلاص ما تخافيش، بس قولي ساكن فين. اتنين شارع جمال عز الدين مصر الجديده. بس حرام تظلموا معايا، ارجوك صدقني. منصور ملوش دعوه خالص. خايف عليه للدرجه دي؟ طب اهدي ابعت لي واحد عصير ليمون. هتعملوا فيها ايه؟ هنشنقك طبعا. الا اذا حضرتك قلت الا اذا. الا اذا يعني الا اذا مش ممكن، لازم تموتي. أرجوك أنا غلطت ومعترفة بغلطتي. أنت ضريت البلد. إنما يعني ممكن لو يعني لو إيه؟ لو أرجوك قولي أعمل إيه؟ تشتغلي لصالح بلدنا، تبقي عميل مزدوج. ما عنديش مانع. ولو خنت تاني شنوني؟ مش انا، ابو جوده هو اللي هيشنويك. ده تقرير عن معلومات عسكرية عن الجيش الإسرائيلي في جنوب سيناء. المعلومات دي صحيحة. عاوز تنقل الرسائل دي بالحبر السري في جوابات عادية. وعلى الظروف دي تكتب العنوان ده في ألمانيا. عشان لو لعبت بديلك هبعت الجوابات دي يا أبو جودة. علشان يعرف إنك شغالي معايا من مدة. وبكده أضمن إنه يقتلك. أما أنا بقى هعرف اتصرف ازاي مع منصور.
طمني يا دكتور. هو كويس الحمد لله كله تمام. سيادتك عملت ايه مع سحر؟ منصور مستنيك هناك عشان توديه. حاضر. ها خلصتي؟ ايوه. خدي بقى الميكروفيلم ده اديه لبوجوده بدل التاني. والمعلومات اللي حضرتك طالبها مني هبعتها لك ازاي؟ على العنوان ده في ألمانيا وهناك هبعتها لي. حاضر. ده برضو اللي علموني كبوجودة. برافو عليك. اه كده خليكي فاكرة فاضل على ميعاد الطيارة ساعتين. اوعي تنسي حبيب القلب منصور في ايدي. هقول ايه لبوجودة على التأخير؟ لو ما كنتيش سألتيني السؤال ده كنت عرفت انك هتبلغي ابو جودة، لكن دلوقتي انا اطمنتلك خالص. تقول بصراحة على حسب المطار وبس، وبعدين ما لقيتيش تذاكر في اول طيارة. وفرد سأل في شركة الطيران. هو فعلا هيلاقي الطيارة كاملة لاننا اشترينا تذاكر كل الاماكن الفاضية. خد الحبر ده عشان تبعتيلي على العنوان في المانيا. حاضر. يعني كان لازم دي؟ ده موجود اول مرة اعملها معايا بهدلته. بلاش رمادة. لا اما انتوا تسيبوني على راحتي عشان تشوفوا منصور على طبيعته. ثلاث ساعات بالعربية بسرعة 90 ونص ساعة في البحر بنفس السرعة تقريبا. على فكرة أنا ممكن أعرف إحنا فين دلوقتي. إحنا على بعد ثلاث ساعات ونص من القاهرة في مكان ما على البحر. أهلا أهلا يا سحر يا حبيبتي. أنا قلقت عليك أوي، اتأخرت ليه كده؟ أنا لا لا استني استريح الأول. تعالي اقعدي. تعالي روح استريح الأول خالص وبعدين بيتكلمي زي ما أنت عايز. ها احكي لي بقى. عليزة لخي لخ. أنا مش نازلة مصر تاني. ليه؟ قبضوا عليا في المطار. لا. اكتب تاريخ حياتك. ليه؟ هتعملوا فيلم؟ منصور. حاضر. الضابط تغريس غلاسة قال ايه كلمته بطريقة وحشة. اخدوني على مكتبهم اللي في المطار وفوت عليا الطيارة بحجة انه يتأكد من جواز السفر والتأشيرات. بيعاقبك يعني؟ زللي. طبعا انا من جوايا كنت برتعش لكن برضو كنت واخدة البوز بتاعي. لا برافو عليك. وبعدين؟ بعد ساعتين ادوني الباسبور والتذكرة وسابوني. الطيارة اللي بعدها كانت فل. اضطريت احجز تاني يوم. بيت هناك واديني جيت. نمتي فين؟ في فندق المطار.
يعني ما خرجتيش بره المطار؟ لا. احكي لي بقى عملت ايه مع منصور؟ ما لقيتوش. نعم يا اختي. رحت له اول مره كان بره، لفيت ورجعت له تاني لقيته. اتفضل. متحمد؟ معرفش. برافو عليك، نجحت في المهمه. يعني هتنفذ وعدك ليا وتخلي منصور يجوزني لما يرجع؟ غصب عن عين ابوك. عندها حبر سري. عملها محي. ودي صور الميكروفيلم. بلعب على المكشوف بقى. طب جندها ليه؟ عشان يتريق عليا. تهيأ لي سحر مش عارفة. خليها مش عارفة. بس عشان يجندها لازم يكون خلاها تعترف بكل حاجة. تكون قالت على منصور؟ مش بعيد يكونوا مسكوه ولا جندوه هو كمان. هو معاد ارساله امتى؟ الليلة. هيبان لو اتصل. فشاهدت القبض عليها بالمطار. موقفي خطر لو اعترفت. افيدوني بالتصرف وساعدوني على مغادرة مصر بسرعة. منصور. كده معقول قوي. الرسالة الجاية بيطمنيها. اوكي. وخليها دي التصوير.
اسود. من مين الجواب ده؟ محي بيلعبني بيهزقني روتسيلو عشان يحموش. في ايه بس؟ معلومات من سحر عن الرأي العام في جنوب سيناء. بعتالي مين؟ بعتالي محي على عنوان مراسلاتنا في ألمانيا الغربية. مش فاهم. محي لما جندها اداها العنوان ده على انه عنوان لينا عشان لما تبعت له اي جواب تبعت له عليه يجي لنا على طول. عارفه ليه؟ عايز يقول لي يا ابو جوده يا حمار اديني خدت العميله بتاعتك واديني بكشفها لك عشان يغيظنا اكتر. عايز يفهمني انه عارف عنوان مراسلاتها. حضرتك متاكد ان ولائها هيكون لينا؟ שלום שלום שנות הנאורים שלום לדרור גם על היצורים של האהבה עד כלום שמיים. جواب جاي لسحر جبتهولك قبل ما يوصل لها. من باريس. مطلوب معلومات عن حالة أبو جودة النفسية هذه الأيام ومحاولة الحصول على أسماء العملاء في مصر. دمه خفيف موح بيهزر معايا وعارف كويس إن الجواب ده هيوصلني قبل ما يروح لها. طيب يا محي أنا معاها للآخر أخليها ترد عليه. هي الدنيا حر وأنا متهيألي. ده طالب تصوير تاني. إحنا مش بعتنا له الصورة إياها والصورة الجديدة هتروح مع الزين. نفسي أعرف يا فندم حضرتك ليه كشفت سحر؟ كنت عاوز منها حاجة واحدة بس. ايه هي؟ بعدين حتى بار كيفي؟ دبري كفايه. انت هتدفعي لي من جيب ابوكي؟ اخبار منصور ايه؟ معرفش. ما بعتش جوابات؟ مش متعود يبعت. انت متضايق من حاجة؟ انت هتضايقني بالعافية. انا اسف يا صح. انا فعلا متضايق. النهاردة قبضوا على اذكى عميل ليا في مصر. ما كنتش متخيل ان هم يقبضوا على ده بالذات. ما
كنت متخيل انهم يقبضوا على واحد زي قادر امين او علاء الروبي. صبي لي ويسكي دبل. يا محي بيه، يا محي بيه، ابو جوده مشاغب عشان ما ياخدش باله بالفرق في الشكل اللي بيننا. ما هو يشتغل صح. يا معلش بقى، حضرتك تقولها بصراحه انك عايز تموتني. يا ولاد دانا لسه فاقد الثقه في نجاح العمليه يا منصور؟ لا خلاص، اشهد لكم بالعشره. طب انا هحاسبكم مع بعض. يلا يا شيخ. اهلا اهلا، اتفضل. كرشك كبير، اسف كلامي دبش، بيقولوا عليا وقح. هكون اوقح منك. لا ارجوك خليك زي بالظبط، وقح بس احسن تنكشف. انا منصور ابن الشيخ مساعد الطوبي، شيخ قبيله الطوبي. يا سلام عليك يا عم، مش كده كده اهو. ايوه صح، بتتعامل مع ابو جوده بالطريقه دي ومستحملني. بقول لك انتوا مقصدينها معايا. قصدين ايه؟ عايزين تموتوني من الجوع بدل المشنقه. بخصوص طلبكم الأول وهو حالة أبو جودة النفسية، أجيبوا عليها بأن حالته النفسية جيدة جدا. أنا استنى شوف اللي جاي. أما بخصوص الطلب الثاني وهو أسماء عملاء أبو جودة في مصر، آسفة لعدم تمكني من ذلك لصعوبته. إيه ده بقى؟ امبارح خافت عليك وأنت عامل سكران وطلبتني عشان أختك، ودلوقتي بتدي محي معلومات غلط. طب ليه؟ يمكن كانت خايفة وهي هناك. بس لازم تقولي، في حاجة أنا مش فاهمها. المهم دلوقتي نرد الضربة المحي، وبعد كده هبقى أشوف حكاية سحر دي. اكتبي. السيد المحترم محي بيه، إدارة المخابرات العامة المصرية. اكتبي. كوبري القبة، القاهرة. حط ظرف دفدر. اكتبي العنوان اللي هملهولك ده بقى. 34 أوكسفورد ستريت لندن. ده عنوان مراسلات عملاء محي. واحدة بواحدة. يعني هتعملها مباصة مع أختي بقى؟ خلاص مش هخليها تبص.
انا طلبت من عز الدين يسيره علشان ندرس طريق نرفزت وغدو. غلط يا حيدة، تودينا في داهيه هتبقى مش هنا. طب اعمل لك ايه بقى؟ ما انا لازم اتجوز معاك. هو انت هتمنعها خالص يا تشوف فيها معاها؟ لو انت مطرح كنت هتشوف فيها ولا لا؟ طب انا قليل الادب. يبقى لازم انا كمان اكون زيك. رايح فين؟ مش هتكلمني عن صحر؟ كمان كمان خف شويه يا عز، على مهلك عليا، انا بني ادم يا اخي، بني ادم. شكرا على هديتك ومرسل مع هديتي لك صور لبعض مطاراتكم السرية الجديدة. وكذا رد سحر على رسالتكم، صديقك المخلص أبو جودة. وده اللي هيحصل مع الاب والاخت. انت كلمتني كتير عن سحر، بس في حاجه مهمه. ايه هي؟ انت بتعمل ايه مع سحر لما بتكونوا لوحدكم؟ عايز الحقيقه. عايز ايه بالظبط؟ لان اي تغيير في معاملتي معاها هيكشف. أنا وسحر بنتعامل زي أي اتنين بيحبوا بعض، يعني كل ما تتخيله ممكن يحصل بينا، بس في حدود إنها بنت بنوت. فاهم يا عز؟ بنت بنوت وأكتر من كده لأ. أرجوك وأرجوك يا عز تسيبها لي بنت بنوت. يا فندم دول الاتنين بقوا واحد، ده أنا لولا متفق مع عز الدين على كلمة سر ما كنتش قدرت أعرف أنا بكلم مين فيهم. العملية دي في حياتي كظابط مخابرات، ما اقدرش اسمح لعز الدين بالسفر طول ما انا لسه بتعرف عليه. كده بقى مش هنبتدي ابدا. انا بفكر اوقف العملية دي واستبدل خطتي. بعد كل اللي حصل حضرتك خرجت واحد من المشنقة وغيرت في شكل التاني. ممكن تنزلني هنا؟ اتفضل. بسلامة يا فندم. يعني انت عز الدين؟ ايوه يا فندم. منصور هو اللي غرق؟ ايوه. قبل ما تيجي المخابرات كنت في سلاح ايه؟ انا انت منصور قتلته ليه يا كلب؟ انا هقتلك
انا هعذبك سنة قبل ما اقتلك. لازم عزك تتكلم. هوبا كده تبقى سيادتك اتخميت. لخبطت بينا؟ اسف، كنا لازم نعمل كده عشان سيادتك تصدق ان عز الدين هو منصور. اللي عز الدين فيكم يجهز نفسه للسفر بكره، الليله اخر تلقين للعمليه. ودي صوره للكنترول روم للمفاعل الذري ديمون الفرنسي، وده جهاز القياس اللي بيحدد الطاقه المستخدمه لتشغيل المفاعل. عد معايا، عداد واحد اتنين تلاته، والرابع ده هو المطلوب. احنا قلنا ان الطاقة المستخدمة لتشغيل اي مفاعل بينتج مواد تصنع القنبلة الذرية لا تقل عن 20 ميجا واط فما فوق. اقل من كده يبقى المفاعل ده ما بيقومش بعمليات تصنيع القنبلة. هتبص للعداد ده، رابع عداد، اذا لقيت القراية 20 فما فوق يبقى المفاعل بيصنع القنبلة الذرية. اقل يبقى لا. متشكرين قوي يا دكتور. العداد ده هدفك يا عز الدين. خلي صورته في عقلك. ايوه. مفاعل ديمونه ده من الاماكن السريه جدا عندهم. محدش بيدخله الا اللي عاملين فيه بس. حتى اعضاء الكنيسه الاسرائيلي ما بيدخلوهوش. انت هتدخله. ده لو نجحت في تنفيذ الخطة اللي أنا لقنتها لك. إن شاء الله هدخله وهشوف العداد وهرجع بالحقيقة. أنا واثق من كده. خش نام وبكرة الصبح هنفطر مع بعض قبل ما تسافر. تصبح على خير. وأنت من أهل. ده الميكروفيلم اللي فيه صور سام ستة اللي طلبها منك يا موجودة في رسالته الأخيرة بدل اللي بعته مع صحر. ايوه طبعا انت عارف كل التطورات اللي حصلت معاك. عارف. اول لقاء لك مع بوبودة مهم جدا، هتكون نتيجته يا تسهل المهمه عليك يا هتبقى مستحيله. ربنا هيسهلها ان شاء الله يا محي بيه. الساعه 8. طيب افتكر انا بقى. شكلك بيقول اني منصور. وطريقتك منصور. اخلاقك منصور. عقلك عقل عز الدين. ده الصح. خايف من كرش؟ ده مطلوب. واثق من نفسك؟ ده اكيد. هترجع يا عز الدين ومعايا الحقيقه ان شاء الله. اداء ودود. ده احنا جدعان قوي. ربنا معاك. يلا طلعوا بيهم. لسه واحد حضرة الظابط منصور مساعد الطوبي. خلاص هستناه لحد امتى؟ اهو وصل منصور. يلا يلا يا اخينا. انت ايه يعني؟ كنت هتسيبوني يعني ولا ايه؟ جاي متاخر ومش عاجبك؟ مش عاجبكم ارجع. يلا يا منصور. استنى ادت اهو ادت اهو اهد لما تشوف الطريقه الغريبه اللي بيعملونا بيها دي ولا ايه؟ ايه يا اخينا انت؟ هوبا اخينا ده منصور. شاهد يا خواجه. هات اوراق خلينا نخلص. امسك الشنطه دي خواجه هتابوه. انت باين عليك رايق. محدش واخد منها حاجه حارس الظابط ولا يا خواجه. مخدس واخد منها خاجه. بتضحك يا خواجه؟ تلاقيه بيعرف عربي. سوايه 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 اهو بيعرف اهو. يلا اتفضل. ماشي طالع معانا يا خواجه. ايه على البركه بيتك ومطرحك. اتفضل اخويا. بقول لك ايه يا خواجه؟ منين الساعه دي؟ ايه طب ما تزعلش. ايه يا ابني كنت مستخبي فين؟ دوختني عليك يا اخي. الله ده كلام. في اسكندريه يا جدع يومين كده فسحه. مرحبا شكري. اخرتنا يا منصور. اه يا الله. وبعدين بقى ما تقول له خف شويه يا بكر. يا عم خف عنه بقى. يا سعيد هنفضل متخاصمين كده ولا ايه؟ ما انت كنت سافل معاه النوبه اللي فاتت. وايه يعني؟ هي سفاله جديده علينا ولا ايه؟ حلوه.
شايف الجمال يالا؟ حلوه قوي. اهلا. اهلا اهلا بك انت يا زكريا يا جميل انت. ازاي يا مصر؟ حلوه وعد الله حلوه احلى من كل الدنيا. انا من هناك. وانا من هنا. وصلنا اوبيرا. اسمها شرم الشيخ. حتى البلاد غيروا اسمها الحقيقي. الله الجميل مكشر ليه؟ سميها زي ما يعجبك مش هتفرق. يا ابيض على احمر يا جميل انت. ايه بس مالك؟ بقولك انا شفتك قبل كده فين يا ربي؟ شفتك قبل كده فين؟ انا اسمي منصور. منصور مساعد الطبي. منصور مساعد الطبي. انت انا مش طبي انا طوبي. قوم انت منصور مساعد الطبي مش الطبي. اتفضل. المخابرات المصرية كلمتك؟ كلمتني بمناسبة ايه يعني؟ انت تجاوب على السؤال بس. لا. شفت ايه في مصر؟ شفت تمثال رمسيس في باب الحديد، وشفت الاهرام ابو الهول في الجيزة، وشفت احمد عدوية. احنا هنهزر؟ وانا ههزر مع حضرتك ليه؟ شفت دبابات، شفت طيارات، شفت مدافع. شفت مدافع. بتسألني شفت مدافع؟ اقول لك شفت مدافع. شفت مدفع رمضان موجود هناك. انت انا عايز ابقى جودة يا حبيبي. لحظة واحدة. يا عليزة يا حلوة. منصور الوقت أبو جودة. العجوز البخيل. ازيك يا أبو جودة؟ أنت إيه الأدب؟ وأنت؟ أنا إيه؟ أنت هتسألني. الله يسلمك. إزاي مصر؟ حلوة. وحشتني أوي شبرا. هي لأ. إيه؟ مفيش أخبار عن سحر. أنا طمنتك في رسالتي. أيوة بس ما طمنتنيش على سحر ليه؟ ليه بس تبعتها لي؟ أنت السبب في اللي حصل لها. زمانهم موتوها دلوقتي. سحر كويسة. كويسة ازاي؟ ده انا شايفها بنفسي هم واخدينها وطالعين بيها بره المطار وتقول لي كويسة. احكي لي يا منصور. بعد ما نزلت من عندي قلت أأمن عليها ومشيت وراها لغاية المطار وفضلت مستني لغاية ما اختفت عن عينيا جوه في الزحمة. قلت يا تطلع فوق في الشرفة اطمن عليها لغاية ما تركب الطيارة. طلعت فوق لقيت كل الركاب ركبت الطيارة الا هي. قلقت قلت انزل اشوفها. لقيتها ماشية بين اتنين، واحد على يمينها والتاني على شمالها. بيني وبينك قلب انقبض. مشيت وراهم من بعيد لبعيد لقيتهم خرجوا بيها بره المطار. خرجت وراهم لقيتهم بيركبوها عربية. ايه؟ لا ده كان اشكال صغير بينها وبين ظابط الجوازات. اتنزحت عليها عندها وفوتها الطيارة بس. يعني سحر هنا؟ ايوه هتشوفها. بس انا مش عايزك تقول لها انك شفتها. مش عايزين نفكرها باللي حصل لها ده. بس كويس قوي انك بعت لها على طول. خلاص مش هقول لها. ها جبت الصور؟ انت بعت تطلب تصوير تاني ليه؟ ما سحر خدت الميكروفون. طلعت خايف. مفيش صور، تصويرك طلع بايظ. نعم يا حبيبي. انت ترتاح لي يا اب. هات انت الاول. هات ايه؟ لا ما انا دافع دم قلبي المستخلص الجمارك عشان اعرف ادخل واصور تاني. ده غير السهر والعزومات والشرب. خد
ايه خد دي؟ بتديني حسنه؟ بشحت انا؟ فلوس صرفها ولازم اخدها على داي المليل، وتقول لي اتفضل يا منصور بيه وانت بتديهاني، وكمان تشكرني، اشكرني. اتفضل يا منصور بيه، متشكرين. خد. ايوه كده. وانا بصور الخواجه سام سته في اسكندريه اتكعبلت في حته معلومه انما ايه؟ خطيره. ايه؟ قول. نص مليون دولار. دولار امريكاني. نعم يرحمك. ايه يرحمك؟ انت هتدعلي؟ انا اتاخرت على اهلي يا عم. استنى. المبلغ ده اكبر من سلطتي. قول لي بس نوع المعلومه وانا هقدر اجيبه لك. معلومه هتغير تخطيطكم الحرب كله. شالوم يا حلوة. احنا بكره هنتقابل في المكان كده. هرجع تاني شرم الشيخ. هات حاجة حلوة من قدامك دي اسمع. دي مش عزلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حطومة الشقية. حطومة وحشتيني وحشتيني أوي أوي أوي. أنت اللي وحشتيني أوي يا منصور. ايه ده يا بنت؟ الوصت كده ليه؟ الوصت كده ليه؟ تعالي نهار تعالي مكتوبة تعالي نهار تعالي نهار هوبا. لا هتبوسه بقى. لا 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 يا سلام يا اخويا، يعني ايه ما تبوسنيش؟ هتبوسه بقول. لا انا بس اللي ابوسك كده. طب ايه مسكتك؟ هتبوسه بقى. وحشتني. ايه ده؟ وحشتني. وانت كمان وحشتني قوي قوي. وحشتني قوي يا منصور. بس بقى بس بقى بس بس انت وحشني. كفايه بقى كفايه بقى كفايه كفايه. انت ايه اللي عملتيه ده؟ ها؟ ليه كده؟ ليه؟ 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 منصور انت بتضربني ليه؟ بتضربني ليه؟ اي اي منصور منصور انت بتضرب نفسك؟ عضلة منصور عضلة شادة في بطني. استنى استنى. اي مجهود جامد بتعمل كده؟ من امتى؟ من شهر كده. يا بطني. متأسف يا فاطمة، ما خدتيش بالك وانا عمال اقول لك كفاية كفاية. كانت بتشد عليا وبتوجعني وانت برضو مش حاسة. غصب عني ما حسيتش بنفسي. معلش يا منصور ولا يهمك. هعمل لك شاي؟ يا ريت. كنت هتوديني في داهية. الله يخرب بيتك. الحمد لله الإشارة دي طمنتني على عز الدين. ده عدى مرحلة كبيرة. أنا كان كل اللي يهمني إني أعدي من أبو جودة. يا ريت يا فندم تقول لي وجهة نظر سيادتك في كشف سحر. سحر دي كانت عبارة عن كرت بعز بيه موقف عز الدين قدام أبو جودة عشان ما يشكش في إخلاصه. وأنا كل اللي يهمني إن أبو جودة ما يشكش في عز الدين. منصور شيخ مساعد ولد. ابوي ولد وحشتني يا ابوي. والله لك شوق يا منصور. اشتقت لابنك فيت يا ابوي. يعني عارف انك اكبر من اكله. مفاجاه حلوه مش كده يا ابوي؟ يا شيخ مساعد مالك عجزت كده ليه؟ خلاص يا ولدي بقيت اختيار. يلا حسن الختام. يا راجل ما تقولش كده وهتصدق احنا بنضحك. ده انت لسه في عز الشباب. ده احنا عايزين نشوف العروسه بقى. الله يسامحك. ليه لا؟
عشان اخ صغير كده نلعب بيه ونفرح بيه. كفاياك تهريج واحكي لي ايش سويت في الامتحانات؟ ايه؟ ايش سويت في الامتحانات؟ طب دقيقة واحدة بس اجيب لك حاجة واجي. مالك يا ابوي؟ ما في شيء. لا في. منصور متغير شوي. متغير ازاي؟ اوعى بيت اوعى بيت. هديتك يابا. شال من سيدنا الحسين. شيء الله يا حسين. تسلم يدك. احكي لي ايش اخبار الدراسة؟ عملتها مثل كل عام. سقط. بالعين فيك بقى يا شيخ مساعد. نجحت. هتقدري؟ ومن امتى ما بقدرش؟ اذا ما جاش لازم تتصرفي. المعلومات اللي عنده دي لازم تكون عندي قبل ما اقابله بكره. حاضر. هلو. وازع. باي. عايز مفتاح اوضتي لو سمحتي. مستر مش معقول. وحشتينا يا بنت. وحشتيني. وحشتيني. ربيع قالي اقول اختي عايزه ده بخزر. ربيع معلش يعني. ها؟ ما تضايقش انت. مستر تعالي نتكلم على البحر شوي. يلا. فخزرت يا مرابين. وحشتني وحشتني قوي قوي يا منصور. عندي كلام كتير عاوز اقوله لك. والله حلويتي يا بت حلويتي قوي. ايه اخبارك ايه؟ تعبت في العمليه. ايه احكي لي. مش هقدر اتكلم معاك دلوقتي. طمني شفت ابو غوده؟ ايوه وهقابله بكره. جايب معاك معلومات مهمه؟ هي مهمه وبس. ده انا حلدع فيها نص ارنب دولارات يا بت. هو في معلومات تساوي نص مليون دولار؟ طبعا لما يكون معاكي معلومه ذريه. ذريه؟ ذريه ايه؟ هوبا هوبا. لا بقى لحد هنا وستوب. نفسي اتكلم معاك واحكي لك على حاجه مهمه قوي بس مفيش وقت. خلاص اقابلك بعد ما تخلصي شغلي لغايه الصبح. اشوفك بكره. ذرية؟ بسيطة. شالوم يا سحر. رايح وين؟ مش عارف. إنما يعني هلف على أصحابي. قول عاوز تاكل إيه؟ عايز أكلك أنت. أعمل إيه لي بطة؟ بطة؟ بطة إيه؟ مش عاجبك؟ سلام. سلام. سلام يا حاج مساعد. مالك يا ابوي؟ مستغرب يا فاطمة. ليه؟ منصور ما بيحب البط. يمكن نفسه هفته على البط. أنا حاسس إن منصور اتغير. ليه يا ابوي؟ ما هو بيضحك وبيهزر أهو زي عادته. مثل ما يكون في حاجة مخبيها. يمكن بده يفتحك عن موضوع جوازه من صح. بنتي يا فاطمة. إياك تجيبي ست البنت هادي على لسانك. ايه هتوديني فين؟ اركب اركب ماشي يا بوجود. هوب. ايه ازيك؟ ايه بقالنا مده في البحر. انا مش مطمن يا بوجود. ايه الحكايه بالظبط؟ عيب يا منصور ده انت حبيبي. يا
حاضر. شالوم. ايه انت جايبنا اتكلم معانا بخرص ولا ايه؟ وتي هنا لدبير عيم الي مم. احنا بنشكرك على معلومات سام ستة. ايه بقى المعلومة الجديدة الخطيرة اللي عندك؟ انت ما قلت لهمش؟ قلت لهم ايه؟ اني ما بشككش. كلمني انا منصور. النص مليون دولار الاول. نسمع الاول وبعدين نقدر الفلوس. لا كده بقى احنا هنفاصل. معطلكوش. اسمع منصور. احنا هندفع اذا كانت المعلومة تستحق. قول المعلومة اللي عندك. وفي بقى ما تزعلش العقيد. انت شايف كده؟ ايوه. مصر هتعمل القنبله الذريه وتساعد الاتفاقيه نيشك اتومي. هما بلموا كده ليه؟ يا مش شوتكين متسرايه متفتاح بتساعد اتومي زي في شريم يا تخين شي. هو مشكر. احنا علشان نتاكد من المعلومه دي لازم نعرضك على جهاز كشف الكذب. هوبا دي ذبذبات الصدق. اي حاجه غير كده تبقى كذب من غير حقن. حد يشوف الجمال ده كله وما يقولش الحق. أني مخنا. اسمك ايه بالكامل يا منصور؟ منصور مساعد الطوبي. عندك كم سنة؟ 32 سنة وثلاث أشهر وست أيام. قلت إن مصر هتعمل القنبلة الذرية. أيوة قلت. مصدر معلوماتك إيه يا منصور؟ أنا. إزاي؟ وأنا في مكتب كشاف الجمرك صاحبي اللي بدخل المينا على حسه لقيت عنده هوجة عشان في مركب هتوصل بالليل وفيها حاجات عسكرية وكام ظابط من الرتب التقيلة ومعاهم ثلاثة شكلهم كده زي العلماء. عرفت بعد كده انهم من الطاقة الذرية من البدج اللي كان متعلق على العربيات بتاعتهم. صاحبي ده كان عليه الوردية لزقت له. المهم المركب وصلت وربطت على الرصيف وهوبا اتعمل حوالين منها كرتون من الشرطة العسكرية وكم ظابط كده من الرتب التقيلة. وانا واقف جنبهم سمعتهم بيقولوا انه في صندوق مهم قوي وانه في جهاز الفصل الكيمائي او جهاز حراري حاجة زي كده يعني. شوية ظهر الونش شايل الصندوق اياه والكل واقف وعينيهم عليه. هوبا بكرة الونش ثابت السلك انقطع الصندوق طار طاخ وقع على الارض انكسر وبان اللي جواه. كان جواه ايه؟ كان جواه حاجة كده زي عمود تكيهات العربية وفي حاجة كده زي تكيه العربية بس استنى ستيل. هو يعني مش كده بالظبط انما يعني حاجة زي كده. وكل ده بقى مشبوك في حاجة كده زي الحوض وعنها. والدكاترة دول جات لهم حالة جنان صرخوا على ناس جم جري شارين أجهزة كده بالطقطق وفي لحظة دخلت عربيات المطافي والإسعاف وبقت حكاية. برافو برافو منصور برافو. الجهاز أثبت صدقك برافو. خبير الذرة هيتكلم معاك شوية أرجو إنك تساعده. أوي عايزك ترسم لي شكل الجهاز اللي شفته بالصندوق. أرسم؟ أرسم إيه؟ ده أنا ما أعرفش أرسم خالص. ده أنا ميح. ده أنا يا دوب الأربع درجات بتوع الرسم كنت باخدهم بالعافية. حاول كده قد ما تقدر. شيل المخشير. شيل المخشير مين؟ شوف يا سيدي يعني هو يعني حاجه زي كده. اني لو يا اخويا زي ما خشيت. حاول ترسم احسن من كده. وحياتك عندك خواجه انا لو اعرف كنت عملت على طول. هو جهاز ايه ده؟ ها لو جبت لك صوره تقدر تتعرف على الجهاز. اهو كده بقى تريح نفسك وتريحني. او رسم حاجه قريبه شويه.
بوشوا فين؟ ماشي هو كارو. امال فين بقى الونش اللي وقع منه الصندوق؟ تزعلش كده يا خواجه، اصل انا دايما كده احب اهزر يعني. اصل في الحقيقه بقى الصور دي مش مبينه حاجه. مهيد يا عتخام ينيخ لكور يا بشار اتم وشجاع دافيد. منصور لو سمحت تستنى بره في الاستراحه شويه. لا بقى دي شغلانه مش جايبه همها. ما هو كده مش معقول يا اخوانا، انا مش قاعد مقطوع اصلا موجوده. مش استنى بره شويه. مش مقطوع انا مازي ان لزمان. اتصل بالوزير اشرح له الموضوع واقول له على القرار اللي وصلنا له. ايه في ايه؟ هنأجل الموضوع شويه يا منصور. هوبا انا قلت كده برضه. هتضحكوا عليا وتاخدوا المعلومه وتسكوا على الفلوس. ما احنا لازم نتاكد تاني. هتروح معانا المفاعل في ديمونة عشان نحدد الجهاز اللي شفته. مش وقت العليزة، أنا جاي من الاجتماع تعبان. بس ده جواب من سحر لمحي. ما كده؟ بعد كده بالتعامل معايا. طب ليه؟ البنت دي هتجنني. كنت خايفة عليك. تضيعي نفسك مع أبو جودة علشاني. كان لازم تقولي له اول ما توصلي. هددوني بيك. لازم نصلح ده. ما تخافش انا عامله حسابي، هروح اقول له على الحقيقه وعندي الدليل اللي هيخليه يصدقني. هتعملي ايه؟ هروح له دلوقتي. لا دلوقتي انت معايا. تعبت قوي في العمليه يا منصور. فاطمة قالت لك؟ بس أنا خايف عليكي من أبو جودة، أنتِ لازم تروحي له بسرعة. أنت شايف كده؟ أيوه. روحي دلوقتي وبعدين نتقابل. باي. باي. طيب قابليني بعد ساعة في المكان إكس. ده اللي حصل. أنا عارف من الأول. عارف إيه؟ وحي بعت قال لي. وده آخر جواب منك لمحي. هو اللي بعتهولي. محي صاحبي ما يخبيش عني حاجة أبداً. يعني محي أجدع منك. مخلص ليا عنك. أنت خبيتها عليا، هو لأ. انت خاينة. لا خبيت عليا. قلت لك. بعد ايه؟ بعد ما رجع منصور. يعني لو ما رجعش كنت هتفضلي تتعاملي مع عدوي؟ ما اديتلوش حاجة. واللي عندك يثبت اخلاصي ليك. وادي كمان دليل. صورة من كل جواب بعته. كنت بستعد اليوم ماجي اقول لك على الحقيقة. كان من الأول. ومنصور يموت؟ أقتله بإيدي؟ أنا معترفة إني غلطت.
انما ما خنتش. انا هكون انسان معاك مش هقتلك، بس مش هقدر انسى الحكايه دي. حاول تنسيها لي. ازاي؟ تنفذي اللي هطلبه منك دلوقتي. ايه؟ تلغي من مخك حاجه اسمها منصور، لا حب ولا جواز. لا، انا غلطت علشان ما يضيعش مني. مش هنفذ اللي طلبته ده. صعب. اقتلني انما ابعد. لا، انا عارفه انك تقدر تخليه يبعد، بس ساعتها هقتلهولك. برافو عليك يا سحر. انا كده اطمنت. لو كنت وافقتي كنت شكيت فيكي. اللي تعمل العمله دي عشان تنقذ حبيبها مش ممكن توافق على بعدها عنه. انا هنزل دلوقتي وبعد ربع ساعه تنزلي. عملتي ده كله مع بوجودة عشاني؟ وما تستاهلش. ليه بقى؟ علشان لو كنت بتحبيني زي ما بحبك كنت خدتني في حضنك وطبطبت عليا. اهو كده انا هنام. تنامي ايه يا بنت؟ بس ما تقولش بنت. الله، امال انت ايه؟ مش عارف. انا عارف بقى، انت واد، واد جدع كمان. اه، واجدع منك كمان. كده؟ طب تعالي جوه بقى منصور. تشوف مين اجدع. منصور. منصور يا مجنون. منصور. انت زي ما انت. انا منعت نفسي على اخر لحظه. انت بتقول ايه؟ انت بتستعبط عليا ولا ايه؟ الله، جرايا يا بنت انت، جرالك ايه؟ انت هتلزقي نفسك فيا ولا ايه؟ منصور، تقصد ايه؟ انا ما حدش قرب مني غيرك. امال ايه اللي انت قلتيه ده؟ معنى كلامك انك مش بنت بنوت. اه، ومين بقى اللي قال اني مش بنت؟ انت. منصور، انت عاوز تهرب من جوازي؟ انا مستعد اتجوزك دلوقتي حالا. عاوز تتجوزني دلوقتي ومش خايف اكون مش بنت بنوت؟ بقول لك ايه، ده انا منصور، انا مستعد اتجوزك دلوقتي، بس لو طلعتي مش بنت هفضحك وافضح ابوكي كمان. انا ما عنديش يما ارحميني. ده انت جدع اهو. وبتغير عليا كمان. كنت بهزر، ليتك خفت. سقت فيها. خرب عقلك يا سحر. ليه بس كده؟ عاوز اشوفك وانت متنرفز. بتبقى حلو قوي يا منصور.
لا بقى، بعدين تغلط. المرة اللي فاتت جت سليمة. واحدة زميلتي في الأوتيل غلطت مع صاحبها، وبعد شوية حست إنها حامل. هوبا، دي فضيحة. وبعدين؟ طلب منها إنها تتخلص منه. يبقى نجل. لا، ما هو وعدها إنه هيتجوزها، بس ظروفه مش سامحة. ده عايز يهرب منها، حصريها منه. ما هو كتب لها ورقة إن هو اللي عمل كده، وبيتعهد لها إنه هيتجوزها بس بعد كام شهر. لو جدع كان يتجوزها على طول. طب يلعب بيها بقى. سرحت في ايه؟ ابدا. اديني ظهرك. ليه؟ عاوز احضنك. اما انت ليكي طلبات عجيبه قوي يا صحر. الله. فين الشعر؟ شعرة ايه؟ مش حاسس بحاجة؟ الله، ايه ده؟ حاسس بحاجة ناعمة طبعا. يعني مفيش حاجة بتشكك؟ معقول صابع النعمة دي تشك؟ طيب مين بقى اللي شالها؟ شال ايه بس؟ البيضة. بيضة ايه بس يا صاحر؟ يا اخي افهم، ادي البيضة وادي اللي هيشويها. فهمت؟ انا مش عارف انت بتقولي ايه، انا مش فاهم حاجة ابدا. قول لمنصور وهو يفهمك. ينفلك، مستحيل يتجوز هذه البنت، موته أفضل من زواجه من الخاينة بنت الخاين. مساء الفل. مساء الفل على الشيخ مشايخ جنوب سينا وعلى بنته، أجمل بنات الدنيا. إيه؟ مالك يا حاج؟ بتبص لي كده ليه؟ بدي أتكلم معك في حاجة مهمة. أمر يا حاج. يا ولدي، بريد أفرح بيك وزوجك، لكن زواجك من بنت الفرد مرفوض. شوف لك واحدة تانية وإلا أشوف لك أنا. أنا لا هتجوز بنت الفردي ولا غيرها. تسلم يا ولدي. منصور، أنت بتقول إيه؟ إزاي ده؟ أنت لازم تتجوز صحر. لا، مش هتجوزها. تسلم يا منصور، هذا هو الكلام. إزاي ده؟ ده لازم يتجوز صحر. وأنت إيش دخلك؟ حرام عليكم، حرام عليكم. بقول لك اسكتي. لا مش هسكت، لأنك لازم تعرف اللي حصل. منصور لازم يصلح غلطته، سحر كانت حامل منه. سمعتوا هذا صحيح؟ اتكلم، رد عليا، كدبها. ما يقدرش. قول انه ما حصلش. يبقى نجل. رد عليا. الكلب شربتها؟ انا اكسب اشرب ايه؟ لسه اللعبه ما انتهتش. موقفك وحش، سلم. الضحك في الاخر يا منصور، هلعب لاخر عسكري. طب كش. لا كش. لا فكر بسرعة. طب هتعرف تخرج من المطب ده كمان؟ فاطمة، انت عارفة منصور بيحبني قد ايه؟ طبعا. وعارفة اللي حصل بينا مش كده؟ ايوه. وعارفة كمان اني كنت حامل منه. عارفة. وعارفة اني اتخلصت من الجنين على ايدك. ايوه. لو عرفت ان منصور مش عارف كل ده، وحتى الورقة اللي كتبها لي بيعترف فيها بكده، ما عندوش فكرة عنها، تقولي ايه؟
اقول انه عاوز يتهرب من جوازك. ولو عرفتي ان مساعد يجوزني دلوقتي حالا. غريبه، ده منصور اتغير خالص. طب اسمعي الاغرب، منصور عنده شعره بيضة تحت كتفه الشمال، يعني انت كنا بنشيلها له. ايوه اللي بتشكه لما تكبر. لو بصيتي عليها مش هتلاقي لها اثر في ظهره، واذا سالتيها هتلاقيه مش عارف عنها حاجه. عاوزه تقولي ايه؟ احساسك بمنصور ايه المره دي وانت بتدلعي عليه وبتبوسيه زي عادتك؟ بس انت وحشني. كفايه بقى كفايه بقى كفايه. حسيتي معاه بحاجه غريبه ولا لا؟ لا فاطمه، انت سرحتي في حاجه، انت وصلك اللي وصلني بالظبط، بس مش عايزه تصدقي. انا كمان زيك كده، بس ارجوكي ساعديني وساعدي نفسك. الشك الكبير اللي كنت جايه بيه بقى اكيد. هو ايه اللي اكيد؟ اكيد اللي هنا ده مش اخوكي منصور. انت مين؟ جرى ايه يا فاطمه؟ انت مين؟ سحر كشفتك. فين اخويا منصور؟ فين؟ فين؟ في السجن. السجن؟ اخوك جاسوس يا فاطمه. عز الدين اتكشف يا فندم. يعني ده مش منصور؟ اديك قلتها. ايش هذا اللي صدني في ولادي يا رب؟ انت حالك اتغير فجأة، والولد جاي متغير جاهز. منصور ده أنا عايز أتكلم معاك. عملت كده ليه؟ عشان أضمن حياتي. أنا وعدتك. ما أضمنكش. إنما كده أضمن إنكم تبدلوني بعز الدين. هقتلك. ما تقدرش. لازم تسلموني عشان تاخدوا الضابط بتاعكم. فاطمة، أنا قلت لك اللي ما كانش صح إنه يتقال. ده لأني واثق فيكي. أنا محتاج لك دلوقتي تقفي جنبي. خلاص انا قربت، انا رايح المفاعل بكره يا فاطمه. مطلوب مني ايه؟ انا منصور اخوكي، مش عايز منك اكتر من كده. تصبح على خير. ¶¶
منصور يلبس بدلة الإعدام تاني ويرجع سجن الاستئناف. وعز الدين يا فندم. ربنا معاه. هنسيبه بعد ما انكشف؟ لسه ما وصلش الحقيقة. هيقبضوا عليه؟ يمكن ما يحصلش ويقدر يوصل الحقيقة. الحقيقة مطلوبة بس مش على جثته. الحقيقة اللي أنا شايفها دلوقتي إن سيادتك صعبان عليك الفشل لأن حضرتك اتعودت على النجاح. بس مش معقول تبقى حياة عز الدين في إيدينا ونسيبه يموت. لما توصل إدارة ابعت رسالة برجوع عز الدين. صباح الخير. صباح الخير. ما نمتيش؟ انام ازاي؟ مش قادرة اصدق ان منصور اخويا. دي الحقيقة. حاسة كأني في كابوس مزهق. بلاش نظرة الكره دي يا فاطمة. خدعتنا. افهميني يا فاطمة. اللي جابني هنا شيء خطير. وما كانش قدامنا غير الطريقة دي. أنا تعبانة. تعبانة أوي. فاطمة، اسمعيني. اسمعيني يا فاطمة، اللي حصل ده. فاطمة! تعالي يا هاني. ايش اللي كنت بتسويه مع الحين؟ انطقي قولي. لازم كنت بتحرضيه على جوازه من بنت الفردي. اسمع يا ولد، انت هتتجوز بنت الشيخ عرابي الاسبوع القادم ان شاء الله. أشوف وشك بخير. ما تروحش لأبو جودة، سحر أكيد قالت له هيقتلك. لازم أوصل للحقيقة. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. راجع. عندي أوامر أرجعك لمصر. ليه؟ أنت انكشفت. أنا بلغتهم هناك وبيقولوا لك ارجع.
تعال معايا عشان اهربك. لا، مش قبل ما اوصل للحقيقه. تسلم يا عز، ربنا معاك. اه ده تراك فين؟ ماشي ماشي. يعني ايه؟ لما تعرفوا وتحترموا الناس نبقى نيجي، وكمان لما تبقى تعرف اسمي. استنى عندك. تعال اتفضل. انت زعلت ولا ايه؟ عايز نعم. انا ابقى فرحان وانت بتقول لي ياه. انت اسمك ايه؟ ابو جوده. مالك يا ابني؟ بلاش الحركات دي معايا، انا من شبرا. انت اسمك ايه؟ عز الدين. ايه؟ استريحت؟ انتوا هتجنوني بنص مليون؟ لا يا حبيبي، مش انا اللي يتعمل معاه كده. اه فوقه فوقه، ده انا منصور. طبعا. بقول لك ايه؟ انت عارفني كويس. طبعا عارف. تبقى عارف صح. طب بس على وعهد الله ما انا قاعد غير بعد ما تعتذر وتناديني باسمي بكل احترام. انا اسمي فيهم. يبقى كتر خيرك لو قلت لي على اسم التاني اللي اهلي ما قالوليش عليه. بقول لك ايه؟ انت مالك يا ابو جوده النهارده؟ انت مش طبيعي. يظهر انك خلاص بقى. اقعد 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 يا كابتن. اه انت اللي كابتن وستين كابتن كمان. الله، جدع جدع. انت بتشتمني ولا ايه؟ وانت فاكرني زيك؟ طب انت كابتن، انما انا لا لا استهدي اهانه. انت بتقول ايه؟ بقول لك اقعد يا منصور. اسم الله عليك، اهو ده بقى اسمي. قول ورايا كده يجي 10 مرات علشان ما تنساهوش. منصور 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 منصور. ها؟ مالك يا منصور؟ طب اقعد بقى. عارف يا ابو جوده لو انا مطرحك كنت عملت ايه؟ في ايه؟ في الشك اللي جواك من ناحيتي. ايه؟ انا عارف انك شاكك فيا. أنا؟ أنت صدقت كلام سحر. أهو أنا بقى اللي خليت سحر تشك فيا. لا بقى، على مهلك عليا شوية. أنا مش قدك يا عز الدين. حلوة حلوة يا أبو جودة، ملعوبة. عز الدين، أنت اللي قلت الاسم. ده أنا نسيت أقول لك كمان على بيت الأسماء. ده لسه ابراهيم وخليل وعلي. بس بس بس، كل دي اسامي؟ ما عشان تنقي اسم منهم. نرجع للي قلته. انا في الحقيقه قلت حاجات كتير. فكرني. قلت لي انك خليت سحر تشك فيك. ليه؟ ايوه صح. ليه؟ يعني حركه نداله صغيره كده عشان اخلع. تخلع من ايه؟ من جوازي منها. اعمل ايه؟ ابويا معاصلك، ولو اتجوزتها غصب عنه جايز يموت فيها. طب طب قول لي انت بوجودة، لو انت مطرحي كنت هتعمل ايه؟ اعمل نادل. اسم الله عليك، اهو ده اللي حصل. طب قول لي بقى، عملت ايه عشان تخليها تشك فيك وتقدر تخلع منها؟ اديني ايدك. ليه؟ هتعمل لي فيش وتشبيه؟ انت ناسي انك رايح المفاعل زر دلوقتي؟ دي مجرد اجراءات امن. آه. ها، قلت لي بقى عملت إيه معاها؟ وده مش حقيقي. كان في حاجة كده بيني وبينها، عملت نفسي ما عنديش فكرة عنها. عليزة، خبير البصمات عندك؟ ايوه. عايز النتيجة دي حالا. حاضر. قول لي بقى ايه اللي كان بينك وبينها؟ لا بقى معلش، اصل دي حاجات حساسة وفيها سمعة البنية.
انت يا ابني نازل هنا. اصل انا بقول انا بحب استندل استندل بجد. الله، طب لعلمك بقى انا ما سبتش حاجه ما عملتهاش. حلاوه ابو جوده، حتى الشعر حتى الشعر. طب اعمل ايه؟ اصل بلاش حد غير كده يا ابو جوده. يا تخين. اوكي عليك. يلا بينا نروح المفاعل. يلا اخويا. اخويا كنت مصدقاني امبارح. لا كان باين عليكي. متهيألك، متهيألي انك بعتي اخوكي. اخويا موجود. فين؟ هنا. لا بقى، ده انت بتلعبي لعبه كبيره قوي. ده ضابط مخابرات مصري. ضحك عليك انت كمان. انا اتاكدت انه ضابط مخابرات مصري. انت قادرة؟ محي قالك؟ لا انا اللي بقول. طب اسمعني. انا مش عايز اسمع حاجة. حياتي تمن الدليل اللي حولولك ده. قولي. Thank you.
هذا اللي بتسووه؟ أنا ماني مصدق يا ناجي، الأخ وأخته؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بإيدك، بإيد أخس نهاري فيك ويا كلاب. وإذا طلع كلامك غلط؟ اقتلني. منصور صباع رجله الشمال الصغير مقطوع. اخلع مداشك. ايوه شوف صباعه وريه يا الدين. جاي هنا ليش؟ دي مقابلة يا شيخ مساعد. على العموم انا مش جاي لك انت، انا جاي لصاحبي منصور. اهلا بوجود. ده لو طلع هو. اقلع جزمة. نعم اخويا. ايه جاي تمدني؟ طب مش قالع اخليهم يقلعوك؟ بشوف اخرتها ايه معاك. الشمال معلش، أنا هعرف شغلي مع اللي بلغني. نورت يا جودة. الشيخ مساعد. إيش اللي جابك الحين؟ الحمد لله، أنا شفت أبو جودة داخل قلت انتهى أمرك. قول للشيخ مساعد أنا أبقى مين؟ كلامي صح؟ صدقتني دلوقتي؟ ها؟ هو فين؟ قول لي ما جبتوش معاك ليه؟ لازم قتلته. كنت خليته لغايه ما يرجعوا منصور. انا عايزه منصور. صح، قابلين الساعه 6 بالظبط في المكان زد. ليه؟ لما تيجي هتعرفي. يا شيخ مساعد يرجع ولدي منصور الاول. بوي اسكتي. يا شيخ مساعد انا لازم ارجع قسما بالله، مسيرك الا بعد ما يجيبوا لي ابني. اقعد هان. اقعد.
شيخ مساعد انا لازم ولا كلمة. اخر كلام بينا قلناه، منصور لازم يرجع. تعال وصل. ابو جودة تل العفور. ابو جودة هلا خليه عاد. ابو جودة عاوزك. انت كده انت كويس اللي حصل ده؟ تجيلي البيت وتشوفني قدام ابويا؟ ايه حصل ايه؟ حصل ايه؟ كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. اسمع بقى، انت لازم تتصرف دلوقتي حالا وانت سيدي مصر. ما تقوليله اتكلم يا عليزه. ما تتكلم يا ابو جوده. انت فعلا لازم تبعد عن هنا. هتفضل عندي يومين وبعدها هتكون في مصر. اهو ده الكلام، انزل مصر. الولد جالي يتحمى فيا، اديهوله عشان يموته. انت بتتكلم عن مين؟ منصور ابنك. ابن منصور مقبوض عليه في مصر. اللي عندك ما هو منصور. ليه عملت كده يا ابوي؟ انا هتجنن، ماني مصدق نفسي. ابني خاين. بعد رساله الاعراب اللي قريتها سيادتك اللي فيها موقف عز الدين، انا بقترح اقتراح. قول يا محبي. هم فندم كانوا دايما بيطالبونا عن طريق الصليب الاحمر باننا نرجع لهم الطيارين الثلاثه الاسرائيليين اللي وقعوا عندنا. ايوه. نديهم لهم وناخد بدلهم عز الدين. ده العرض اللي بقدمها مصر، يوافقكم؟ وزير الدفاع وافق على الطلب، بس احنا بنطلب تسليم منصور كمان. ابوه اللي عايزه مش احنا. ابلغ مصر. ايه يا فندم؟ وافقوا. جهز منصور عشان يتسلم مع الثلاثة الطيارين. انت جاي هنا ليه؟ انت بتتشابط؟ ما انت عارف المفاعل الذري. كنت عايز تروح ليه؟ عشان نتأكد من كذب إشاعتكم. إشاعة القنبلة الذرية خوفتكم مش كده؟ هتفضل مخوفاكوا على طول عشان أنا مش هبعتك ليهم. هرفض تسليمك. تظرف منصور. يشنقوه. إنما أنت مش ممكن تطمنهم. بطمنه خلاص. إزاي؟ المعلومة راحت مصر بعد دقايق. بالخروج من المفاعل بتاعكم. انت كذاب. صدر قرار بانهاء خدمتك في الموساد واحالتك للاعمال المدنيه. انا جمعت لك كل الاوراق. ابو رابين اللي جاي بدالك قرب يوصل. مفيش داعي يشوفك كده. Thank you.
ناوي على ايه يا ابوي؟ بلغ محيي ان ابو رابين هو اللي هيلعب معاه من دلوقت، وانا مشتاق لاول جوله. هيوصل. ديفيد، عملت ليه كده يا شيخ مساعد؟ سلام يا حبيب. وصلتكم الحقيقة. الحمد لله على السلامة. أبوي وحشتني يا أبوي، وحشتني وحشتني يا أبوي أبوي. ليه كده يا أبوي؟ إيدي أطهرك من الخيانة يا ولدي.